أعزائي الطلبة والطالبات، نثقل عليكم ولكن الحياة مريرة وتحتاج منا إلى جهد وجهد، وتحتاج منكم أيضا إلى جهد وجهد. هيا بنا نركب قطار 20 درجة لنحصد في النهاية مركزا. بس عايز أقول لكم على حاجة، ما تشوفوناش على القناة وتسكتوا، لا، في أعداد موجودة لبوابة الوفد نازلة في الأسواق، روحوا اشتروها، لأن أنا صراحة أنظر إليها في جميع المواد وأجد الناس متعبين وهم يقدمون لكم تلك الوجبة الشاملة في جميع المواد. معا في هذه المعلومة، مغالطة تقال لنا أن أي اسم إشارة، هذه إذا جاء بعدها ألف ولام، إن الألف واللام دي أو الكلمة دي تبقى بدل. المعلومة دي غلط. طب عايزين نصلحها، نعمل فيها إيه؟ نقول الاسم المشار إليه بعد اسم الإشارة، الاسم المشار إليه بعد اسم الإشارة المعرف بأل يعرب بدلا. إنما مش كل ما الاقي هذا وراء ألف ولام تبقى بدل، مش كل ما الاقي ذلك تبقى في ألف ولام بعدها بدل. ارجعوا لامتحان 2013 فذلكم السبيل، والسبيل دي بدل؟ لا طبعا، كانت خبر. ارجعوا لامتحانات تلت اعدادي في المحافظات، هنلاقي ان بعد هذا فاعل وفي ألف ولام، وهنلاقي ان بعد هذا خبر في ألف ولام، وهنلاقي بعد هذا مفعول به وفي ألف ولام. إذا نحن أمام عقل يعي، فشغلوا الجيل اللي فوق مش الجيل اللي بتلبسها في رجليك، نشغل نفسنا. وعفوا إن قلت هذا اللفظ لكنها حقيقة. بصوا معايا، هو أنا كلمة بدل يعني إيه؟ كلمة بدل معناها إن أنا أشيل اللي قبلها وأحطها والجملة تمام، عشان كده بنقول بدل. ده بدل ده، يعني لو قلت هذا الكتاب مفيد خلاص يعني هذا مفيد، او بقول الكتاب مفيد بدل. هو يعني حطوا العناوين كده، كانوا مختارين حاجات، ده من ده سيدنا محمد قال على ده، لا ده قال لك بدل عشان بدل اللي قبله، قال لك خبر عشان بيجيب خبره، قال لك مبتدا عشان بنبدا بيه، قال فاعل لان هو اللي بيعمل الفعل، قال حال لانه بيعمل ازاي كيف يفعل الفعل، قال الظرف لان امتى وفين بيعمل حاجه، قال مفعول له يعني ليه بيعمل. وبالتالي لابد ان نعي ونعمل هذا الجي، هذه الجمجمه، نعمل هذه الجمجمه. فبنقول مثلا لو قلنا هذا الدرس مفيد، ماشي، بشاور على الدرس ده بقول انه مفيد، ساعتها الدرس ده هيبقى ايه؟ بدل مطابق، تمام. وده اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، ده بدل مطابق. ماله بقى؟ هنلاقيه انه ده بدل مطابق مرفوع لانه تابع. البدل ده منين؟ من التوابع، وبالتالي ده مبتدا، يبقى ده ايه؟ بدل مطابق مرفوع. نبص مع بعض كده المثال ده، ونبص المثال تاني. لما نقول العلم يحقق الأمل، يعرف هذا العقلاء من الناس. وزي ما خدنا قبل كده وهنفضل نتكلم كتير، احنا قلنا لما بنلاقي جملة او قطعة لازم اجيب، لما الاقي الفعل لازم ادور على الفعل ولازم ادور على المفعول، انما مش يجي لي الف ولام وبعد هذا ما ينفعش يا جماعة، لازم اعرف ان ده فعل. بقول العلم يحقق الامل، العلم مبتدأ والجملة دي خبر. يعرف هذا، مين اللي هيعرف؟ العقلاء يعرفوا ايه؟ هذا يعرف هذا، ودي عائدة على ايه؟ العلم يحقق الامل. العقلاء هنا معقولة يا اقدر اقول يعرف العقلاء من الناس؟
اسكت. لا ينفع اقول يعرف العقلاء من الناس هذا. عشان كده هذا مفعول به اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به، اما العقلاء فهي ايه؟ فاعل مرفوع. هو انا لو قلت من اراد ان يعي دروسه ويرى امامه كتاب الوزاره فذلك السبيل، ذلك دي عايدة على مين؟ على كتاب الوزارة مبتدأ. طب والسبيل؟ خبر. بقول هو ده الطريق خبر. إذا نلغي من دماغنا فكرة الاسم الإشارة إذا جاء بعده كلمة معرفة، كلمة معرفة بالألف واللام تعرب إيه؟ بدل. إنما زي ما قلنا هنا العقلاء فاعل، وهذا هنا تتقرب ايه؟ مفعول به. نيجي نقطة تانية خاصة بأسماء الإشارة. لما أقول هذاني تلميذاني مجتهدان، هلاقي إن هذان دي تتقرب ايه؟ وتلميذان تتقرب ايه؟ ومجتهدان تتقرب ايه؟ لو انا قال لي اعرب هذان، طب لو قال لي هذا تلميذ مجتهد، هلاقي ان هذا دي اقول عليها اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ. طب وهذان اقول اسم اشارة؟ لا، اقول مبتدأ على طول، لان ده معرف، انما ده مبني. مش احنا خدنا الاسماء المبنية هي أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان، أو ما عدا هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللذين واللتين أو اللذان واللتان. هنا نفس الكلام، ده معرب، فما بقولش عليه اسم إشارة، مع إنه اسم إشارة لما يقول لك استخرج اسم إشارة طلعه، إنما لما يقول لك اعربه بقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف. ليه؟ لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بإيه؟ ملحق بالمثنى، وبالتالي تلميذان هتبقى خبر ومجتهدان نعت مرفوع. نعت إيه؟ نعت مرفوع. نبص برضو نقطة من النقاط ومعايزينها في كتاب أيضا الوزارة. أنا عندي حاجة اسمها أسماء مقصورة، وعندي حاجة اسمها أسماء منقوصة، وعندي حاجة اسمها أسماء ممدودة. أما الاسم المقصور، آخره ألف زي مصطفى، والاسم المنقوص آخره ياء لازمة زي إيه؟ القاضي. والممدود هلاقي إن أنا عندي الممدود آخره همزة بعد مد زي صحراء. انا محتاج الدرس ده يشرح تفصيليا، ولكن عند الاستخراج هلاقي مصطفى دي الف، هلاقي القاضي يبقى ده منقوص، هلاقي الصحراء لا ده بقى اسم ايه؟ ممدود. وهنا مصطفى اسم مقصور. يقول لي استخرج، طبعا استخرج، استخرج اسم مقصور زي ندى، زي هدى، زي علا، زي مرتضى، زي الى اخره، رضوى، كلها دي اسماء مقصوره اخرها الف موجوده معانا. الاسم المنقوص زي القاضي. في بعض الناس يفهمون خطا ان الاسم المنقوص متوقف على اسم الفاعل اللي هو القاضي والساعي والداعي والمحامي. لا، انا عندي الاسم المنقوص ممكن اقول التحدي،
لما أقول وقف الناس في تحد واضح وفي تعد واضح، يبقى أنا قدامي الاسم المنقوص زي الكلام ده هنا الصحراء وهلاقي بناء ورخاء وهكذا. ماله بقى الحاجات دي؟ لا ده درس يطول شرحه، وهو من الدروس المهمة، وعلى أمانة الشخصية وعلى مسؤوليات الشخصية. هو أيضا سؤال في سن واجمع هذا العام 2018. انتظرونا في الحلقات القادمة، ولا تتكاسلوا في أن تفتحوا هذه الفيديوهات وتشاركوا لزملائكم يستفيدوا زي ما أنتم تستفيدوا. شكرا لكم، وشكرا لبوابة الوفد، وشكرا لمن وراء الكاميرات والقائمين عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.